الفنان الكبير الجميل حسين الجسمي في الاحتفاليه اللي كانت النهارده قادرون باختلاف. مساء الخير، مساء السعاده، لقاء جديد وحلقه جديده من برنامجكم افتح باب قلبك، احنا بدأنا بدايه مرتبطه بالاغنيه، النهارده كلنا تابعنا احتفاليه قادرون باختلاف اللي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حضرها. وسيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والكثير من رجال الدوله دي النسخه الخامسه للاحتفال قادرون باختلاف خامس مره الدوله المصريه تقيم احتفال كبير لاولادها القادرون باختلاف اولادها من ذوي الهمم في كلام كتير واحنا بنتابع الاحتفال نقدر نتكلم عنها انما خلوني اقول لكم ان هذا الاحتفال بيقع على قلوب المصريين بمنتهى الشجن كل الناس اللي بتبقى بتتابع الاحتفال بتبقى يا بتمسك دموعها يا دموعها بتستقوى عليها وبتجري منها لاننا بنشوف امامنا في الاحتفال نماذج من الاطفال ومن الشباب اللي بجد واجهوا صعوبات في حياتهم لكنهم استقوا عليها بعزيمه باراده بدعم الاسره بدعم الام. الاطفال والشباب دول طول عمرهم كانوا موجودين عندنا زي ما موجودين في اي دوله. الفرق بين لما كانوا موجودين قبل كده ولما هم موجودين النهارده في الاحتفال انهم قبل كده كانوا موجودين فعلا ومحدش شايفهم، محدش دريان بقدر الجهد الكبير اللي بيبذلوه في حياتهم، محدش منتبه للصوره اللي الناس بتبص ليهم بيها ويمكن بتشوفهم او ما بتشوفهمش. مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعام 2018 الذي اعلن عام ذوي الهمم ثم بدأ الاحتفاليه سنه ورا سنه الشباب والاطفال دول بقى عندهم امل كبير قوي وحافز اكبر جدا مش بس لان الدوله دعمتهم والدوله مكنت هذه هذه الفئه من المصريين واتاحت ليها الفرص وان في صندوق لدعمهم وانهم ممثلين في البرلمان باعضاء منهم لا هم بقى عندهم حافز كبير قوي لمواجهه الصعوبات لانهم شايفين انهم بجد بيتمتعوا بحقوق المواطنه، الدوله شايفاهم منتبهه لما يواجههم من صعوبات بتقدم يد العون عشان تقدر تهون الصعوبات دي وتعديها. نانسي حسام وهي احد البنات الامارات اللي طلعوا على المسرح قالت قبل سنوات من تدشين الاحتفاليه دي اللي احنا شفناها كنا نعيش في ظلام محدش دريان بيهم لكن بوجود الرئيس السيسي معنا كل عام اصبحت مصر كلها معنا ويمكننا القول ان السحابه قد مرت هو ده الاحتفال اللي احنا بنتابعه كل سنه هو ده الاحتفال اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي بيحضره والدوله المصريه ممثله في رموزها ورجالها وشخصياتها العامه بتحضره اللي احنا شفنا وحسين او الفنان الكبير حسين الجسمي بيغني شفنا مجموعه من النساء رفع علم مصر وبتسقف وبتغني دول امهات القادرون باهتمام الناس الستات والعائلات اللي كانت حاسه انها بتزق الجبل لوحدها ومحدش دريان بيها وفجاه بقى الدوله المصريه منتبهه تمنحهم حقوق المواطنه بكل تفاصيلها في وظائف العمل وفي التعليم وفي التدريب وفي التاهيل وفي صندوق خاص لدعم كل انشطتهم، النهارده السيد الرئيس تحدث مع الدكتور مصطفى مدبولي وانتهوا الى 10 مليار جنيه لدعم الصندوق. احنا كلنا تابعنا الاحتفال شفنا حاجات كتيره قوي شفنا بنات صغيرين بيتكلموا بجد من قلبهم ولانهم بيتكلموا من قلبهم كان كلامهم بيوصلنا فورا وكانت دموعنا بتنزل فخر بيهم اهتمام امتنان احتفاء فرحانين بعزيمتهم وارادتهم في تحدي الصعاب الرساله المهمه اللي بنشوفها كلنا من الاحتفال السنوي اللي قادرون باختلاف انهم قادرون قادرون صحيح كل واحد من حضراتكم احيانا يتصور انه بيواجه مشكله كبيره في حياته او انه عنده ازمه او انه عنده صعوبه لكن لما يتفرج على قادرون باختلاف يعرف بجد معنى الصعوبات ومعنى المشاكل وكيفيه التغلب عليها باراده وعزيمه واصرار ده المغزى الدوله المصريه بتفتح ذراعاتها وحضنها لكل ابنائها على اختلافهم وجميعهم قادرون باختلاف وبيدونا رساله طول الوقت احنا بنتحدى الصعب بيخلونا نحس ان بعض ما نتصوره من مشاكل او صعوبات ليس الا اشياء صغيره علينا ان نخجل منها مع نفسنا امام هذه العزيمه وهذه الاراده شفنا في الاحتفال رودا البنت الجميله اللي القت قصيده من تاليفها واللي الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب منها انها تقول القصيده مره تانيه فقالتها مره تانيه وكانت في المره التانيه انا بصراحه حطيت ايدي على قلبي قلت هي حفظها قوي مش هتتخض مش هتخاف هتقولها تاني قالتها تاني قالتها تاني روضه وهي اسم حتى معبر ويعني كده له زي ما بيقولوا كده نسيم الجنه نسيم الجنة رودة قدامنا روضة قدامنا السيد الرئيس كان بيتكلم معاها وهي ألقت ودي غالبا السيدة والدتها اللي هي برضو ذكرتها في القصيدة وقالت نفسي تشوفوني بعين أمي طبعا روضة كان كانت فقرة مليئة بالمشاعر الاحتفال ده كله مليء بالمشاعر في كمية مشاعر صادقة حقيقية بتتنقل من الشاشه لينا في كميه مشاعر صادقه حقيقيه بيعبر عنها الاطفال والشباب تجاه الدوله وتجاه الرئيس ومن القاعه يعني في كميه مشاعر صادقه حقيقيه كده بت بت بتيجي علينا تحسسنا قد ايه ان الانسانيه جميله وان مصر كمان جميله لما انتبهت انتبهت لابنائها القادرون باختلاف شفنا في الاحتفال مجموعة من الأفلام التسجيلية على مدى زمن الحفلة شفنا عن رعاية السيد الرئيس للقادرون باختلاف في السنوات السابقة في الاحتفالات السابقة شفنا فيلم عن تمكين قادرون باختلاف الدولة المصرية بتعمل لهم إيه خلال العشر سنين اللي فاتوا بأشكال مختلفة من الدعم والتمكين شفنا فيلم الأميرة النائمة تاليا وانا اذكر لاني بتابع هذا الاحتفال كل سنه السنه اللي فاتت لما تاليا كانت على المسرح وغفت وحصل حوار وقامت وكلمت وبتاع السنه دي اتعمل فيلم عن الاميره النائمه تاليا اجمل ما قالته في الفيلم قالت مامتي قالت لي لما حد يبص لك وبصه ما معناه مش عاجباكي قالت انا بغمض عيني بعمل اني نايمه بعمل اني مش موجوده وهو أسلوب ناس كتيرة أحيانا لما تحس إنه إنها تصادف ما لا يعجبها من غير مواجهات ولا صراعات تغمض عينيها وتعمل إنها مش موجودة تاليا قالت لنا إنها بتعمل كده ثم بعد كده تحدثت في الاحتفال شفنا فيلم أولا شفنا مجموعة من أبطالنا اللي واخدين ميداليات في بطولة في فرنسا وهم قصادنا على الشاشة وتحدثوا وقالوا ده أنا سباح أنا واخد ثلاث ميداليات أنا فلان أنا واخد ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية واحد قال أنا واخد ثلاث ميداليات برونزية سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طلع على المسرح أولا تحدث معهم ثم طلع على المسرح وتصور معاهم وهم طلبوا منه ان الدوره القادمه التي ستعقد في القاهره 27 انه هتكون تحت رعايته وان يحضر حفل الافتتاح والسيد الرئيس وعدهم منتهى الفخر منتهى الفرحة وإحنا بنتابع أبطالنا اللي قادرون باختلاف وهم أبطال واخدين ميداليات ومحققين نجاحات وفي نفس الوقت منتهى الحزن لما بنفتكر الأوضاع التي كانت وإننا ما كناش حتى يعني عندنا الفرصة أن نفخر بهؤلاء الابطال وان نحتفي بيهم وان نعطيهم المكانه التي يستحقوها وان نفخر بيهم لانهم في النهايه رفعوا علم مصر زي الشباب ما قالوا احنا رفعنا علم مصر بمنتهى الفرخ الفخر والفرحه وهنرفعه تاني شفنا فيلم عن اوضاع غزه وحجم الدمار اللي حصل في قطاع غزه لاهلنا الفلسطينيين ما بعد سبعة اكتوبر وشفنا المساعدات الانسانيه اللي مصر قدمتها والمساعدات الطبيه واللي جم اتعالجوا عندنا شفنا كمان فيلم عن التحديات الرياضيه والبطولات الرياضيه اللي خدها القادرون باختلاف يعني الحقيقه مجموعه الافلام التسجيليه اللي شفناها او الوثائقيه اللي شفناها في الاحتفال كانت بتغطي مجالات مختلفه ل القادرون باختلاف ازاي الدوله سندتهم ودعمتهم ازاي الرئيس كيف قام بدعمهم في الاحتفالات السنين السابقه ازاي هم بيدعموا انفسهم زي كده الفيلم اللي كان عن البطولات الرياضيه وانجازاتهم ونجاحاتهم فيلم الاميره النائمه تاليا فيلم العيله الكبيره ودور الدوله في دعم القادرون باختلاف فيلم تسجيلي عن ابطال وملهمين للقادرون باختلاف شفنا كمان الطفل عبد الله الطفل عبد الله ده كلنا فاكرين حكايته هو طفل فلسطيني اصيب في غزه وقالوا له هنقطع على رجلك وهو استغاثة ووجه مناشده للرئيس عبد الفتاح السيسي انه يجيبه مصر ويعالجه وقال مش عايز رجلي تتقطع والحمد لله جه مصر وتعالج ورجله آه سليمة ومازالت تحت العلاج والنهاردة شفناه قدامنا على المسرح وتحدث وتحدث مع السيد الرئيس والسيد الرئيس تحدث معاه قادرون باختلاف رسالة من قلب الدولة المصرية قلب الدولة المصرية لأولادها ان احنا بنقف معاكم وبندعمكم وبنسندكم وبنهون الصعب عليكم في كل المجالات في مختلف المجالات والقادرون باختلاف نموذج منهم عياطنا جامد جدا وإحنا بنتابع الاحتفال لأنه الصدق والإنسانية الشديدة ما بيعملوش حاجة في الإنسان غير إنهم بالبلدي بيبرجلوا مشاعره وإحنا النهاردة ناس كتير من اللي كانت بتتفرج على الاحتفال حصل لها كده برجلة في مشاعرها من كتر الصدق ومن كتر الإرادة من كتر ما شفنا ناس عندهم عزيمة وشجاعة من كتر ما شفنا الأمهات وهم فخورات بأولادهم مقدرين حجم الجهد ومشقة الرحلة الطويلة اللي بتمر بيها كل الأمهات سيد رئيس عبد الفتاح السيسي كانوا واقفين لما طلع يتكلم على المنصة الشباب والأطفال طالبوه إنهم يطلعوا يقفوا جنبه وطلعوا كلهم وقفوا جنبه وفضل فترة يقولوا له بنحبك ويقول لهم متشكر يقولوا له هما هما في قلوبهم حب شديد للراجل للرئيس اللي حسوا الأب اللي حسوا إنه بجد مد إيده وسندهم هما لا بينافقوه ولا بيجاملوه ولا هم بيعبروا عن مكنون قلبهم بصراحه وصدق شديد لما كانوا بيقولوا له بنحبك يا ريس آه عايزه اتصور معاك يا ريس عايزه اسلم عليك يا ريس هذا الحب والامتنان مرتبط بطبيعه الاحتفال مرتبط بالقادرون باختلاف السيد الرئيس آه في هذا الاحتفال في نهايته القى بكلمه وألقى بمجموعة من التصريحات اتكلم طبعا عن معبر رفح وقال بنقول تاني ونفكر ان المعبر مصر عمرها ما قفلته وانه كان فرصة وسبيل لتقديم المساعدات والإغاثة رغم صعوبة الأمر وأكد مصر لم تغلق معبر رفح وقال احنا قلنا وقلنا وبنقول تاني وقال وبشر انه ان شاء الله خلال الايام القريبه سنصل لاطباق في اطلاق النار ونبدا باغاثه حقيقيه لاهالي قطاع غزه واكد على موقف مصر الثابت من ان مصر مستمره في دعم ومسانده القضيه الفلسطينيه حتى نصل الى الدوله الفلسطينيه على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقيه وبما اننا بنتكلم عن المساعدات والاعمال المساعدات الاغاثيه اللي مصر كانت بتقدمها طول الوقت عن طريق المعبر ونفتكر ان مصر الان اقامت وبتقيم اكثر من مخيم لاهلنا في قطاع غزه في خان يونس وغيرها وتقدم خدمات مختلفه خلونا نفكر بعض ونقول انه العقيد اركان حرب غريب عبد الحافظ غريب المتحدث العسكري للقوات المسلحه اعلن في بيان على صفحته الرسميه انه مصر والاردن والامارات وقطر وفرنسا بتنفذ عمليه اسقاط الاطنان من المساعدات الانسانيه فوق قطاع غزه، اذا مصر مع غيرها من دول العالم، مصر لم تكتفي بادخال المساعدات والاغاثه عن طريق معبر رفح اللي استمر شهور احنا بنتكلم من 7 اكتوبر للنهارده واستمر بكميات كبيره مصر قدمت فيها دعم لا مصر كمان مصممه ومصره ان تصل المساعدات لاهلنا الفلسطينيين في قطاع غزه فتم ده عن طريق ان القوات الجويه المصريه نفذت عمليه اسقاط لمساعدات غذائيه وطبيه في قطاع غزه زي ما قلنا بمشاركه اماراتيه واردنيه وان تم اسقاط المساعدات دي وان احنا ببساطه مصر بتحاول بكل الطرق بكل الوسائل انها تؤكد على ايصال المساعدات لاهلنا في غزه عايزه ارجع لقادرون باختلاف واقول انه غناء الفنان حسين الجسمي الذي قدم نفسه أمام السيد الرئيس والحضور بأنه الفنان المصري الإماراتي أو الإماراتي المصري إحنا كلنا عارفين وصلنا لنا انه الفنان حسين الجسمي يحب مصر والمصريين كثيرا وانه في كل مناسباتنا الوطنيه المبهجه كان بيقدم اغاني بتدعم الشعب المصري وبتدعم في معاركه اللي بياخدها خلي كلنا فاكرين لما غنى في جامعه المستقبل في ابريل 2013 يعني قبل ثوره 30 يونيو لما غنى تسلم ايديك بعد كده غنى ما بعد 30 يونيو وما بعدها غنى ام نادي على الصعيدي وابن اخوك البورسعيدي ايام انتخابات الدستور ثم غنى يعني غنى اغاني كتيره انا اذكر منها مثلا كمل جميلك دي السكه لسه في اولها غنى اغاني مختلفه لمصر المحبه في قلبه لمصر واصلة لكل المصريين بمنتهى الحب والامتنان وزي ما هو بيحب مصر مصر بتحبه وزي ما هو بيغني لمصر مصر بتسمعه من قلبها سيد الرئيس وجه له الشكر النهارده واحنا كمان كلنا بنوجه له الشكر على كل اغانيه الحلوه اللي احنا بنغنيها بمنتهى الحب ومنتهى الامتنان طيب خلونا آه نسمع آه اجزاء من كلمه السيد الرئيس في احتفال قادرون باختلاف ونرجع نكمل كلامنا مع بعض. واجهت الحكومه باستمرار العمل على برامجها لدعم ذوي الهمم والبناء على النجاحات التي تحققت على مدار الاعوام السابقه. وعلى راسها زياده المنشات المخصصه لخدمات ذوي الهمم والاستمرار في اصدار بطاقات الخدمات المتكامله والدعم النقدي واستمرار عمليات توظيفهم الجهات الحكومية بما في ذلك الوظائف القيادية فضلا عن صدور القانون الخاص دعم الصندوق قادرون باختلاف اللي احنا حطينا دلوقتي فيه ال 10 مليار ان شاء الله. وفقنا الله جميعا لما فيه الخير لهذا الوطن الكريم وبالله العظيم دائما تحيا مصر. تحيا مصر تحيا مصر, مصر. طحيح مصر. طحيح السلام عليكم مصر. ورحمه الله وبركاته تحيا مصر تحيا مصر وانا كنت بسقف معاهم بنفس الحماس وبنفس القوه مع كل اولادنا وهم بيقولوا من قلبهم تحيا مصر وخلوني يعني هقرا كده فقره من كلمه السيد الرئيس عشان يعني توضح معاني مهمه جدا في هذا الاحتفال واستمراره كل سنه، السيد الرئيس قال انه يؤكد على شعوره الدائم بالفخر والامتنان لاستمرار اللقاء السنوي الذي اصبح تقليدا مهما. يؤكد استمرار التزام مصر برعايه ابنائها وبناتها واتاحه المجال امامهم للتقدم والازدهار ايمانا بان ثروه هذا البلد الاساسيه تتمثل في مواردها البشريه وعلى رأسهم أبنائنا من ذوي الهمم سيد الرئيس قال أنه يؤكد اعتزازه الشديد يخاطب أه القادرون باختلاف من ذوي الهمم يؤكد اعتزازه الشديد بما تحققوه من نجاحات باهرة تثبت مجددا أصالة المعدن المصري وقدرته على تحدي الصعاب أيا كانت وإيجاد الفرص من بين التحديات والمنح من قلب المحن وأننا جميعا على درايه بالنماذج المضيئه لمصريين عظام صنعوا بعزيمتهم الصلبه التقدم والفخر لبلادهم في العلوم والاداب والفنون والرياض قادرون باختلاف هو الاحتفال اللي بتقيمه مصر كل سنه، الرساله التي توجهها مصر لابنائها، هم بيتحدوا الصحاء الصعاب وعلينا جميعا ان نتحدى الصعاب، هم بيعبروا الصعاب وعلينا جميعا ان نعبر الصعاب، هم يتحلوا بالشجاعه والعزيمه والاراده والقوه وعلينا جميعا ان نتحلى بالعزيمه والشجاعه والاراده والقوه. نطلع فاصل ونرجع نكمل فقرات حلقتنا بعد الفاصل. المؤتمر اساسه ان احنا لما اخترنا المتحف القومي لحاضرات نكون بدايه عشان بيقول مصر بحضرتها السابقه في الطب والحاضر بتاعها ليها المستقبل الاقوى وكان ليه هدف اخر ان احنا دايما بنتكلم على حاجه مهمه جدا هي السياحه العلاجيه وان السياحه العلاجيه هي جزء من اساس المنظومه الصحيه في مصر ومستقبل مصر في الفتره القادمه فكان ده الهدف ان احنا نختار المتحف القومي لحاضرات نحن نتكلم على الماضي والحاضر والمستقبل في الطب في مصر ونتكلم على شيء اهم, أهم, أهم اهميه السياحه العلاجيه في الخريطه المصريه واهميه الامراض الصدريه في السياحه العلاجيه في مصر. النهارده بيلتقوا الخبراء في جلسات علميه ان شاء الله يثروا بها اعمال المؤتمر ويثروا بها ايضا ثقافه الوقايه من امراض الصدر والاطلاع على كل ما هو جديد في الامراض الصدريه بصوره عامه. هي مشاركه ما هيش تخصصيه هي مشاركه سياسيه. لان اللي الدكتور حسام عامله في مجال الرعايه الصحيه للأمراض الصدريه يستحق التحيه والاحترام وكان له دور محترم جدا والجمعيه كان لها دور محترم في مقاومه الامراض ده مؤتمر تعليمي بالدرجه الاولى لاولادنا وشباب اطباء الامراض الصدريه هيشمل كل مجالات الصدر من حسيه الصدر والصدر الرئويه ومناظير الصدر وسرطان الرئه والتليف الرئوي وان شاء الله يكون مفيد في استمرار تعليم وتخريج كوادر من شباب اطباء الصدر في الجمهوريه ان شاء الله اكثر الامراض المنتشره هي حساسيه الامراض الصدريه والامراض الناتجه عن بعض التلوث واهم تلوث هو التدخين فعشان كده من ضمن الحاجات اللي موجوده في المؤتمر في جلسات كثيره عن السده الرئويه المزمنه وازاي برضو الاقلاع عن التدخين وسائل الاقلاع عن التدخين وحساسيه الصدر وتليف تليف الرئه. ده مؤتمر مهم جدا جدا لانه الامراض الصدريه من اهم الامراض والوقايه فيها مهمه جدا ولابد ان يبقى في عمل جماعي بين الجامعات العلميه وبين الوزاره وبين السلطه التنفيذيه وبين النقابه انطلاقا من التعاون المثمر بين التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي والمجلس الاعلى للثقافه اطلقت لجنه الشباب بالمجلس بالتعاون مع مجلس الشباب المصري ندوه بعنوان الشباب وتعزيز الثقافه والهويه الوطنيه معا نحو توطين العداله الثقافيه برنامج مهم بيطلقه مجلس الشباب المصري تحت مظله التحالف بالشراكه في هذه النسخه مع المجلس الاعلى للثقافه ممثله في لجنه الشباب شايفين النهارده المحافظات المختلفه من الشباب شايفينهم النهارده موجودين عشان خاطر نضمن ان بكره يكون مختلف نضمن ان الجمهوريه الجديده تعزز من الحق في التنميه لكل الفئات المجتمعيه ندوه النهارده صراحه هي جت بعنوان تعزيز الثقافه والهويه الوطنيه مع نحو توطين العداله الثقافيه من خلال لان كان في ايمان كبير جدا عندنا جميعا سواء الوزاره او المجلس الاعلى للثقافه او لجنه الشباب او مختلف اللجان اللي موجوده في المجلس ال 24 لجنه ان احنا بنشتغل على ان فعلا لازم يكون في تعزيز وتنميه الثقافه لدى النشء والشباب وده من خلال الندوات التوعويه ومن خلال الانشطه والفعاليات المختلفه الحقيقه ندوه اليوم بالنسبه لنا مهمه جدا لانها بتاتي في اطار تنفيذ البرنامج الوطني لتعزيز الثقافه والهويه الوطنيه، هذا البرنامج تبناه للشباب المصري الحقيقه واقره في اكتوبر 2022 وبدا في العالم في تنفيذه من خلال العديد من البرامج والانشطه وايضا من خلال العديد من الحملات الاعلاميه الهدف بها الاساسي هو يعني رفع المستوى الوعي المجتمعي بقضيه الهويه الوطنيه بالاساس الى جانب ذلك العمل على آم آم توطين العداله الثقافيه لان دي من ضمن اهداف البرنامج. المؤتمر النهارده بيتكلم عن الثقافه والهويه وده طبعا علشان العداله الثقافيه. الموضوع مش موضوع ان اكون عايشه على الارض وطن فقط لا لكن الموضوع مبني على اني لازم يكون عندي آه هويه وطنيه واضحه آه ثقافه عن يعني ايه الهويه الوطنيه وبالتالي ده بيبني في عقول شباب كتير وبيربي ناشئ كمان وبيعزز من قيمتهم داخل الوطن. تعزيز الهوية الوطنية والثقافية هي غاية هامة وجزء فاعل في الأمن القومي وبناء الإنسان المصري من أجل مستقبل أفضل للوطن والمواطن. <applause> النهارده في حلقتنا هنتكلم عن رمضان وعاداتنا وتقاليدنا في رمضان وخلوني افكركم ان احنا الحلقتين اللي فاتوا كنا استضفنا الاستاذه سوزان حسن رئيس التلفزيون المصري والاستاذه ايناس جوهر رئيس الاذاعه المصريه وكنا في الحلقتين برضو بنتكلم عن رمضان التلفزيون بيقدم ايه في رمضان الراديو بيقدم ايه في رمضان النهارده احنا برضو مستمرين في الحديث عن رمضان من زاويه مختلفه النهارده هنتكلم عن رمضان وعن حضراتكم انتوا بقى بتعملوا ايه في رمضان المصريين بيعملوا ايه في رمضان طب خلونا نفكر بعض بالجملة اللي احنا كلنا فاهمينها وحاسينها كويس قوي رمضان في مصر حاجة تانية رمضان موجود في الدنيا كلها لكن في مصر ليه بصمة مصرية قديمة بصمة مصرية قديمة بنتوارثها جيل ورا جيل يعني الفانوس ده جاي من زمان منين هنحكي جاي منين بقى جاي من العصر المملوكي ولا الفاطمي ولا لما ايه لما نوروا الشوارع ولا لما الخليفه طلعوا استقبلوه انما بقى عندنا فانوس في رمضان وهذا الفانوس تتوارثه الاجيال من الفانوس الصفيحه ابو شمعه، للفانوس ابو بطاريه، للفانوس ابو عصفوره، للفانوس اللي بيغني ايه لبوجي وطمطم لاشكال الفوانيس تتغير وتروح وتيجي، لكن الفانوس في مصر الفانوس في رمضان ملمح مصري، ممكن تبقى دول كتير خدته بعد كده وبتولع فوانيس في رمضان، لكن احنا الاصل، احنا اللي ابتدينا، احنا اللي اخترعناها، رمضان في مصر حاجه تانيه رمضان في مصر يعني عيله يعني سهرات واغاني ومدحين يعني آه نعمل خزين رمضان ونجهز اكل رمضان وعزايم رمضان يعني آه تنظيفه رمضان آه قبل ما يبتدي رمضان لازم ننظف البيت ونشقلبه ونجهز نفسنا ونشتري طباق جديده ونطلع الطباق اللي ما بنستخدمهاش ونفرد السفره ونطلع المفارش زينه رمضان كانت الاول لغايه سنين قريبه زينه رمضان يعني بنزين الشوارع كل الشوارع هتلاقوا الجيران بيلموا فلوس واللي يمد فرع نور واللي يحط فانوس خوص كبير واللي يحط فانوس معدن تلاقي الشوارع كلها مزقططه كده ثم بدأنا في زينة رمضان جوة البيوت كل البيوت النهاردة حتى بكار وبوجي وطمطم والخيامية والفوانيس اللي بتنور وتطفي ها ده طقوس مصرية انتوا يا مصريين اللي اخترعتوا ده انتوا اللي اخترعتوا البهجة اول ما المدفع يضرب ايه يعني ايه موضوع المدفع ده اه ما هو المدفع في مصر في حاجة اسمها مدفع الافطار كان زمان المدفع بيضرب بجد بذخيره ثم بقى بيضرب صوت ثم بقينا بنشوف في التلفزيون قبل الاذان على طول هتبص تلاقوا مدفع الافطار مدفع الافطار كده الاعلانات وبعدين مدفع الافطار اضرب ايه موضوع مدفع الافطار؟ من اين اتى مدفع الافطار اللي بقى مرتبط في مصر انه يسبق الاذان مدفع الافطار لحظه الافطار ثم الاذان يقدم في ناس بتقول ان التاريخ سموه مدفع الحاجه فاطمه. أه ليه بقى مدفع الحاجه فاطمه؟ هل هي الحاجه فاطمه بنت الخديوي اسماعيل لما راحوا لها وقالوا لها ايه ولا هي الحاجه فاطمه مرات الـ 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 الامير الفاطمي اللي راحوا له عشان يقولوا له من فضلك خلينا مدفع المدفع ما لاقوهوش فلقوا مراته فقالوا لها والنبي توسط لنا فتوسطت لهم فالمصريين سموه مدفع الحاجه فاطمه المهم ان المدفع مدفع الافطار دي بصمه مصريه على طقوس رمضان احنا اللي اخترعنا انتم اللي اخترعتوه طيب احنا عندنا في مصر موائد الرحمن عندنا في مصر شنط رمضان عندنا في مصر الدورات الكرويه الرمضانيه معرفش لازم بقى تلاقي الاحياء تعمل مسابقات كوره وكل الشباب ينزلوا بعد الفطار يلعبوا عندنا في مصر نصبه الكنافه والقطايف، والحقيقه في سؤال فلسفي عميق سمعته قريب من حد، ما هي الكنافه والقطايف موجوده طول السنه، ليه بناكلها بس في رمضان؟ لانها مرتبطه عندنا برمضان، طب في حلويات تانية حلويات شرقيه، بقلاوه وكل وشكر وصوابع زينب ولقمه القاضي ومش عارف ماشي كل ده تمام انما رمضان يعني الكنافه والقطايف بقى في ناس بقى تبتكر وتقول لك هحشي القطايف جبنه وتبقى حادقه في ناس تقول لك هحشيها مش عارف ايه فيه ناس تقولك في ناس تقول لك لا احشيها سوداني وجوز هند واسقطها في الشربات وتتاكل سخنه لا تتاكل بارده لو جارتي جابت لي طبق فيه قطايف لازم ارده يا في قطايف في في كنافه مش هردهولها فاضي كده الطبق الدوار اللي بيلف وده طقس مصري الجيران طول الوقت انا عملت صينيه كنافه خد دوقي دوقي القطايف بتاعتي مين ايه هو المصريين صناع البهجه صناع البهجه وحفظت التراث يعني اي تقليد جالنا ماشي من زمان احنا نظبطه نغيره ن... لكن نحافظ عليه نحافظ على كل ما يصنع البهجة في السنين الأخيرة نتيجة أحيانا الناس كانت وهي راجعة من شغلها بتتأخر في المواصلات فجأة الأرض انشقت وطلع لنا شباب في كل حي على كل طريق واقفين شايلين كراتين مية ويمكن اكياس بلح ويمكن ويحدفوا على الناس اكسر صيامك اكسر صيامك اكسر صيامك كل دي اختراعات مصرية احنا ورثنا ايه من عاداتنا وتقاليدنا وطورناها وغيرناها ازاي؟ ده موضوع حلقتنا النهارده، موضوع حلقتنا طقوسنا العادات والتقاليد المصريه في رمضان، وخلوني اقول لكم ان طبعا انا بشكر كل الاصدقاء اللي تفاعلوا معانا وتواصلوا معانا بارائهم لما كتبنا لهم على السوشيال ميديا احكوا لنا حوادثكم في رمضان يلا مع بعض كده، هنبتدي بمصطفى ابراهيم عبد اللطيف قال ان اهم حاجة الكنافة المصرية بتاعتنا بدون مانجا وشوكولاتة وكريمة ومكسرات بدون اختراعات اهم حاجة تكون بالسمنة البلدي في صينية كبيرة جدا واهم طقوس رمضان والقطايف لانها طقوس وهوية مصرية بحتة وانا يا مصطفى شخصيا بحب الكنافة سمنه بلدي وعلى قديمه وما بحبش الاختراعات وما اعرفش بيحبوها ليه لكن انا على قديمه صينيه الكنافه بتاعت جدتي هي اللي لسه احبها واحب اعملها واحب اكلها طيب سهير النرش بتقول في حينا العباسيه ومدان الجيش كانت بتتعمل مسابقه أحلى زينة وأحلى جامع وأحلى فانوس يعني كانوا بيتباروا وكان شارع النزهة وشارع كمال شغلهم متميز وقالت كمان كانت نصبة الكنافه البلدي والقطايف قدام كل فرن لغايه دلوقتي بقى في فرن واحد بس بالقرب من ميدان العباسيه وقالت بروح اصوره فيديو كل سنه. سهير معتبره ان فرن الكنافه البلدي والقطايف اللي موجود في ميدان العباسيه ده زي الاثار كده كل سنه بتروح تتاكد انه موجود وتصوروا فيديو. سوير كمان قالت امبارح نزلت اشتري حاجات جديده للمطبخ عشان رمضان زي ما اتعودت لقيت مصر كلها في المسكي وحمام التلات وسهير مصوره لنا الطباق الجميله اللي اشتريتها انا لسه يا سهير ما اشتريتش طباق لكن ان شاء الله هنزل ليه يا جماعه بنشتري طباق جديده في رمضان؟ آه ما عندنا طباقنا لا ودي حاجه بتبسطنا هو سلو بلدنا كده طلعنا لقينا امهاتنا وجداتنا بيعملوا كده لازم نجيب طباق للخشاف كوبايات للعصير كوبايات شاي جديدة صينية حلوة هنقدم عليها يعني لازم نعمل كده بصمة جديدة ونحتفي بالمطبخ الأستاذ عبد الحميد القداح قال المنصورة يعني أحيائها القديمة اللي تربينا فيها وشفنا رمضان على أصوله الحي هو حي الحسنية وكان بيجمع مسلمين ومسيحيين وحتى كان في يهود ويونان وكان التداخل بين العائلات عميق ومظاهر رمضان في هذا الحي بالذات مختلفة وعن اي حي اخر في مدينه المنصوره وفي شارع شارع سيدي عبد القادر اللي بيجمع محلات بيع الكنافه والقطايف ومحلات الحلويات غدا البري قالت انا من مدينه المنصوره والزينه بتتعلق عندنا في معظم شوارع المدينه وخصوصا المناطق القديمه وبيكون روح ليها روح تانية خالص في رمضان زي منطقه الحوار والتميهي ومحمد فتحي دي اماكن جميله وبالنسبه للعادات عندنا زي اي مدينه موائد الرحمن وانا واختي بالنسبه للعادات انا واختي اللي طلعنا وورثناها عن اهالينا نسمع إذاعة البرنامج العام قبل الفطار وبالذات قرآن المغرب وأول يوم لازم نتجمع ونفطر طبعا إيه حكاية نتجمع لازم نتجمع ولازم نعمل أكل كتير ولازم نحط طبق فول في وسط الأكل كله ما هو يعني برضو حكاية نتجمع دي لازم كل العيلة تتجمع ولأننا صايمين بنبص على الأكل ونقول إحنا مش هنعمل أكل كتير علشان التبذير وحش وما نبوظش الدنيا بس بنلاقي روحنا عاملين اكل كتير وبعدين برضه لازم مع الشوربه ومع ومع طبق الفول انت بقى وشطارتك هتعمله بالشكشوكه ماشي هتعمله بالسمنه ماشي هتعمله برام بالبيض في الفرن تمام هتحط عليه شويه لحمه مفرومه ما يجراش انت بقى ومزاجك وكيفك حسب ما بتحب نرجع ليه؟ اصدقائنا هاجر حمدي بتقول في منطقه الحلميه الجديده ورمضان فيها جوامع القلعه والصليبه وموائد الرحمن ولعبنا للسحور في الشوارع بالفانوس ابو شمعه الصفيح الجميل ابو ازاز يدوي وريحه الاكل في الشوارع ساعه الفطار يا ريت ترجع الايام الجميله دي وما تكلمناش يا جماعه عن مسحراتي المسحراتي برضو طقس مصري برضو ايه الحكايه تاريخه جه منين ده اللي هنعرفه هنعرفه من ضيفنا اللي انا لسه مش هقول لكم على اسمه وعامل اقول لكم مفاجاه بس حالا هقوله المسحراتي ده اللي كان بيمشي في الشوارع وينادي على اسامينا ونبقى صحيين بس اول ما يقول اسامينا نسقف ونهيص تقولش شفنا هلال العيد أهو المسحراتي ده وبعدين تطور وأنا سمعت إنه في بعض الأحياء بيمشي المسحراتي بميكروفون من أبو بطارية، الله ما فيش الطابلة بتاعت، ما فيش ده؟ لا ما فيش دلوقتي ولا جايز لسه فيه، بس المسحراتي برضو بصمة مصرية في صناعة البهجة في رمضان. نسرين، نسرين إسماعيل في اسكندرية بتقول قبل رمضان في أسبوع عندنا في اسكندرية تقريباً في كل الأحياء أطفال الحي بيطلعوا يخبطوا على كل الشقق وياخدوا فلوس لشراء زينة رمضان وفانوس رمضان اللي بيتعمل عمولة عند نجار نسرين بتحكي كتير عبور بتقول أنا خدوا بالكم المناطق مختلفة لأنه إحنا سألنا الناس قولوا لنا عن أحيائكم ومناطقكم منطقة جسر السويس شارعنا كان حلو قوي وصغير ومحدق ودمه خفيف وكان الولاد بيستعدوا من نص شعبان يحضروا الزينة والفانوس الكبير وأبويا كان المسؤول عن زينة رمضان وكان بيجيبها جاهزة ومقصوصة بورقها الملون وكل يوم يوزعها على الولاد عشان يزوقوا شوارعهم مي مختار منحازة للحسين دايما يا مي حي الحسين وجماله في ليالي رمضان والمعز وخان الخليلي وقهوة الفشاوي وليالي وسهرات رمضان أما جرمين بقى فجرمين اختصرت الموضوع كله في جملة واحدة قالت لك اللي محضرش رمضان في شبرا فايته كتير قوي الشبراوية منحزين لشبرا طول الوقت جرمين ها خدوا بالكم جرمين لك اللي ما حضرش رمضان في شبرا فايته كتير قوي احنا اتكلمنا كتير واحنا معانا ضيف صديقنا العزيز اللي احنا بنبقى فيه منتهى السعاده لما بينورنا في البرنامج ويحكي معانا عن سلو بلدنا وعاداتنا وتقاليدنا وفولكلورنا ويعرفنا كل اللي احنا عايشينه النهارده جدره جاي منين ويعرفكوا ان انتوا صناع البهجه واصحاب المزاج العالي اللي بتدوا كل حدث عندكم بصمته المصريه هيشرفنا بعد الفاصل الاستاذ الدكتور مصطفى جاد الرئيس الاسبق للمعهد العالي للفنون الشعبيه استاذ العادات والتقاليد والفولكلور بعد الفاصل يرغي ويحكي ويتكلم معانا عن رمضان العادات والتقاليد والطقوس المصريه بعد الفاصل خليكم معانا تخفيفا لالام العظام ومتاعب مفاصل القدم، انطلقت قافله طبيه بقريه الخضره التابعه لمركز الباجور بمحافظه المنوفيه، نظمها التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بالتنسيق مع جمعيه راعي مصر، ورسمت القافله بسمه الارتياح على وجوه الاهالي لتقديم الخدمات العلاجيه مجانا، ومن خلال مجموعه من افضل الاطباء وطواقم التمريض. وذلك لاستهداف 250 حالة يوميا لفحصهم وتوفير العلاج اللازم لهم. عندنا علم في من البلد من الناس اللي في البلد بان في قافلة طبية جاية تزور البلد وتكشف مجانا. احنا بنختار البلد على اساس ايه الاكثر احتياجا نبقى البلد دي بعيدة عن المستشفيات والمستشفيات فبنحاول نوصلها علشان الخدمة فيها تكون احسن يعني. القافله احتوت على عدد من التخصصات كامراض النساء والصدر والعظام والجلديه والانف والاذن والرمد بالاضافه لتوافر الصيدليه اللازمه لتلقي العلاج واعتمدت القافله في نشاطها الانساني على تحديد القرى والمناطق الاكثر احتياجا للعلاج والحصول على الخدمات الطبيه المنشوده واتفقت مع مراكز الشباب والجهات الرسميه المسؤوله في هذه القرى على تمهيد الطريق لاعضاء القافله بالدعايه والتسويق لنشاطها قبل وصولها بفتره كافيه لكي يستعد المواطنون والمرضى لاستقبالها نقدم العلاج على قدر الامكان بالنسبه لنا وطلبنا منهم يتواصلوا مع اقرب دكاتره ليهم عشان يتابعوا الحاله بتاعتهم. والله حاجه تشرف حاجه كويسه جميع التخصصات وكله بالمجان. واحلى قسم بقى قسم اللي هو الرمض احدث احدث حاجه في الرمض وما قريه الخضراء الا حلقه اولى في مسلسل قوافل الشفاء لتواصل بقيه اجزائه في القرى والنجوع الاخرى المجاوره الاستفاده من خدماته الطبيه المجانيه سر بلدنا في رمضان العادات والتقاليد الفانوس والمدفع المسحراتي والطبق الدوار حكايات كتيرة من مصر وعن مصر هيكلمنا عنها ضيفنا صدقنا اللي منورنا الأستاذ الدكتور مصطفى جاد الرئيس الأسبق للمعهد العالي فنون الشعبية دكتور مصطفى منورنا ربنا يخليك أهلا بك كل سنة, سنة طيب وحضرتك طيب وانت طيبة ومصر كلها بخير ربنا يخليك العربية كلها يا رب, يا رب رمضان في مصر حاجة تانية دي طبع. جملة صح؟ طبعا طبعا اجمالا كده ازاي؟ شوفي لو لو في احصائيات بتتعمل دلوقتي عن رمضان وقدوم الناس من خارج مصر لمصر علشان يحسوا برمضان هتلاقي النسب عجيبه جدا يعني في كتير قوي حتى من اخواننا العرب بييجوا مصر في رمضان عشان يحسوا برمضان، يعني دي يعني دي ده مؤشر بسيط. أي. لكن التوليفه المصريه اللي مرتبطه برضو بالبيئه العربيه كلها. بتاكد على حاجه غريبه جدا، انه احنا يعني كملايين المصريين والعرب الحاله الجماعيه دي غير مسبوقه على مستوى العالم. يعني ان احنا نكون على الرقعة المصرية والعربية نعمل نفس الشيء في نفس الوقت بتنوعات مختلفة ده بيخلي المسألة مختلفة لما تخش مصر يعني انا فاكر لما كنت في فرنسا بعمل الدكتوراه الفرنسويين بيسموا رمضان ايه؟ لا رمضان عيد رمضان أوكي. يعني ده مش بس مجرد مش مجرد شهر لا خالص ده احنا, ده احنا في عيد كبير على فكره وممتد ممتد مفيش عيد في العالم بالزمن ده أيوة. وعلى فكره انا ما بتكلمش عن 30 يوم بتاع رمضان بس زي ما حضرتك قلت كده احنا بنتكلم على الاستعداد أيوة. رمضان ده يعني دراساتنا الميدانيه أيوة. بتاكد في دراسات كثيره جدا جدا انت عارفة في دراساتنا في الفولكلور أيوة. بننزل للناس وبنوثق منهم كل حاجه وبالكلمه طبع. يعني من قبل رمضان ثم رمضان ثم العيد وبعد بعد ايام العيد بشويه هتلاقي تقريبا في شهرين كده احنا في حاله احتفاليه احنا احتفالي. في حاله احتفاليه احتفاليه ومبهجه وكلنا متفقين عليها الفكره في ايه الفكره في انه تاريخنا الطويل ده والعصور الاسلاميه المختلفه عملت في مصر حاله ابداعيه ابداعيه مختلفه اه لدرجه انه في المثل في مثل شعبي او ماثور قولي قولي ها قسم رمضان لتلات حاجات عارفه أيوة. انت المأثور أيوة. اللي هو 10 مرجات وعشر ايوه و10 حلجات و10 و10 خلجات <applause> الاول اكل الاول اكل طبعا اول 10 ايام دون بناكل اكل مرقات دي مرقه آه يعني دي ايه بقى لحوم بقى, وحاجاته وحاجات وكدا. وكدا. الدنيا بتقل شويه كده بنبدا بنب ها ننزل نشتري آآ آآ الملابس بتاع الخلاجات ايوه الخلاجات الهدوم أي. وبعدين حلقات اللي هي اشوف الحلقه بتاعه العيد دي, دي اه ونعمل كحك العيد آه لحد ما المسائل ملضومه في بعضها وبعدين حتى في يعني في فيما يعرف ب قبل أه، رمضان هنبدا نقول ايه الاحتفال بهلال ظهور آه رمضان بس رغم ان دلوقتي احنا بنقف رمضان من نتيجه بس ليله الرؤيه برضو عندنا مهمه قوي <applause> حل. وعلى فكره ويقال كمان كان اسمها ليله الشك انت عارفه لما تمسكي كده التواريخ زي بالظبط لما بنمسك الشكل الاحتفاليات على على المر الطويل أي. هتبص هتلاقي ان احنا لازم زي ما قلت كده بنحتفل بيه تنظيف البيوت وضبطها وكذا وعلى فكره تنظيف البيوت دي مش مرتبط بس بحكايه لا عشان هنستقبل لانه رمضان مش حاله فرديه خالص دي حاله جماعيه وما تنفعش الا جماعيه. مصريين حولوه لطقس جماعي. طبعا. سوا هناكل كلنا سوا. هنسهر كلنا سوا طبعا هنتسحر كلنا سوا الرجاله بتنزل تقعد على القهوه كلها فيش سوا مفيش حد بيقعد لوحده مفيش بيقعد لوحده يعني الحاله اللي لو ان حد يفطر لوحده ده بتبقى مساله احنا بنشعر بحاله من الاسى ان فلان ده قاعد لوحده بالظبط فبنروح له وبن... وبنشوف وبنروح له يا نجيبه ايوه وبنروح له باكلنا او بنستدعيه بقى... آه آه لينا امسكي بقى كل ده بقى في كل العناصر انت حضرتك قلت كذا حاجه دلوقتي حتى احنا بن... بنبدا اولا ب بي... عاوزين نهيئ المكان الفضاء ده بيبقى بيتحول لحاجه غير عاديه الحواري بتاعتنا والشوارع بتاعتنا بتتحول لحاجه مختلفه زينه رمضان دي مش مجرد ان احنا بنعمل بس اشكال وزينه أي. واطفال لا هو شكل الحاره المصريه بيتحول لبيوت صغيره يعني انت لما تكوني ماشيه في الحاره في ايام السنه العاديه أي. بتبقى عادية خلاص داخلة مرتبطة بشارع عمومي وكذا وكذا أول ما بتتغطى بزينة آه. وأضواء بتغطي السقف ده بنحس إن المكان الفضل اللي بره ده بقى بيت آه. بقى بيت بنلعب فيه بنغني فيه وعمل. بنبيع فيه وكل حاجة وننزل الشارع وولادنا ينزلوا الشارع عادي وكلنا متطمنين ده بيتعمل إزاي برضو بشكل جماعي آه، ما انتي فيه فيه انت في في رساله كنتي انتي قلتيها آه. ان في واحده باباها بيقول ان هو المسؤول هو عن الزينه الزينه وبيجيب و... الزينه جديده آه. بس ده اب ايه حديث شويه آه. <applause> يعني <يجيب تصفيق> الزينه اه أو كل سنه ويروحوا آه. يعملوا الفانوس عند النجار يعملوا الشخصيات الكبيره قوي دي بس على فكره قبل كده كان الاولاد هم اللي بيعملوها على فكره ولحد دلوقتي بالمناسبه في بقايا هذه الظاهره انه الاولاد الاطفال يجيبوا الزينه ويقصقصوها ويعملوها ويعلقوها ويلموا فلوس من البيوت ويلموا بتاها. فلوس اه يعني احنا عندنا بدات بدا دلوقتي يتخبط علينا في الـ اه لو أيوه. سمحت بس عشان زينه اه طبعا على طول من يعني دي ما فيهاش مناقشه والجوامع بتتزين والمباني بتتزين وترسم عليها هلله ونجوم وفوانيس و... هنا بقى في نقطه مهمه جدا أيوه. انه ارتباط الدوله بالفولكلور وتدعيمها لكل ما يحدث من ممارسات شعبيه يعني يعني فكره الزينه دي مرتبطه بالاضاءه أيوة. والاضاءه مرتبطه بنور وكهرباء وكده وقديما كانت الفوانيس الاضاءه وعلى أيوة. فكره فانوس رمضان انت بتتكلم عن فانوس فانوس اصلا مرتبط وظيفته الاضاءه يعني انا بمشي أيوة. علشان انور الدنيا يعني ما كانش فيه كهرباء كهربا. اه وبعدين تكتشفي بقى حاجه غريبه جدا برضو في كل عناصر معظم العناصر الشعبيه في رمضان انا ملاحظ حاجه محتاجه تامل شويه انها مرتبطه دايما بنزول العنصر الشعبي من الطبقه الحاكمه للطبقه الشعبيه يعني الطبقه الحاكمه هي بيبدا من عندها الظاهره وبعدين تنتشر للناس على عكس حاجات كتير قوي ان الناس هي اللي كانت بتبدعها وبعدين بتصل <applause> على فكره احنا حركه الفولكلور من فوق لتحت ده, يعني ده من مثلاً في الفانوس يقال انه كان في احد الحكام الفاطميين الحاكم بأمر, بامر الله والحكم بامر الله كله الفوانيس آه. آه. وبعدين تصادف انه اول يوم رمضان فاصبحت تصادف دي بقى آه. تعالي نمسكها بصي أيوه. هتلاقي في حكايات كتير أيوه. يعني الحكم بامر الله جه من المهديه وجي مصر ف وجوهر الصقلي وكده فقال طيب تعالوا نقابل الراجل ده في الجيزه وكده فراحوا بالفوانيس فصادف ده في رمضان فبقت ده بقت عايزه رمضانيه رمضاني. وبعدين كمان هو نفسه الحاكم بامر الله خدي بالك على فكره انا يعني عاوز اقول لك ان في حاجات في التاريخ انا بعتبرها روايات في الكلورية أي. رغم انها موجوده في كتب كتير يعني في المقريزي والجبرتي وكده الستات ما تخرجش في رمضان طيب لما كده ما تخرجش بالليل لكن في رمضان اه مسموح لها طب لما تخرج بالليل عايزه فانوس عشان عايزه فانوس مين اللي بيعمل بيشيل الفوانيس الاولاد الصغيرين فالاولاد الصغيرين بيشيلوا الفوانيس عشان الستات يكونوا ماشيين وكده فبقى الفانوس مرتبط بالاطفال فتصادف أنه فتصادف. تصادف انه دي روايه تصادف انه مدفع الافطار في العصر المملوكي تصادف انه الخليفه المملوكي كان في الوقت ده بيجرب بص خدي بالك ايوه بيجرب مدفع من ايه من مصنع الماني ايوه ماشي خدي بالك من حته الماني دايو. دي وبعدين بيجربوا فتصادف كان وقت الفطار الناس فرحت جدا فرحت شكراته أطلق بسبب الفطار ده لا راحت تقول له متشكرين جدا أيه يا سلام ربنا يخليك لينا وحاجات كده ايه ده ايه ده إيه, إيه, ايه الناس دي بتقول ايه لا يا فندم ده اصلي لما انت حضرتك كنت بتجرب فافتكروا انك انت ايه بتقول للناس بتقول للناس آه ابداوا الفطار ابدأوا في معرض الفطار. الفطار طب دي فكره حلوه قوي خلاص انشروها ونصدق المساله وما فيش في مشكله اه اه <تصدق> تيجي بقى نفس نفس الفكر عند محمد علي باشا أيوة. بيجرب فانوس في القلعه وبعدين وهو بيجربه تصادف انه في وقت الفطار فالناس قالت خلاص ده محمد علي باشا بي بيعمل التقليد ده هو. ايوه اسماعيل باشا تصادف انه كذا كذا برضه نفس فكره المدفع وضرب اه على فكره مدفع تصادف آه. انه رمضان آه بقينا في رمضان ومرات اسماعيل باشا اللي هي الحاجه فاطمة, فاطمه فكذا كذا الاغرب من كده بقى انك لما تروحي مثلا تدرسي او تشوفي فكره مدفع الافطار في سوريا أي. تلاقي نفس القصه بس مش بقى ايه لا في في, في الوقت عند سوريا حكاية اه يقول لك تصادف وهم آه في سوريا مين حصل كذا 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 ففكره ربط التاريخ بالفولكلور ودي على فكره في اساتذه كتير شافوها ودرسوها آه لقوا ان هي يعني يعني التاريخ تداولها واحنا وصلنا عليها وحطينا عليها حكايات اكتر حتى كمان لما ترجعي قوي للفرعوني أيوة. تلاقيه مرتبطه باحمص الاول وامه وحوي وحوي الله برضو طلعت <applause> وبتغني الانتصار ومش عارف ايه و... فبقوا يغنوا واهلا بالقمر ويا امر قمر الزمان أيوة. حدوته كده يعني لكن في الاخر خالص ده برضو بشوف احمص الاول الخليفه المملوكي الحاكم بامر الله و... طيب حتى أكلة الكنافة إيه إيه معاوية بن أبي سفيان هو كان مدين كده شوية أكيل يعني يا جماعة أنا عاوز أكل أنا بجوع كتير شوفوا لي أكلة كده يعني تشبعني يعني فاخترعوا له الكنافة ايو. لمين؟ الخليفة <applause> الأموي أيو. وبعدين انتشرت ما بين الناس الله ايه ايه العناصر الكتير إيه قوي وصلنا دي انها توصل انها توصل للشكل ال ده لكن لما تلقفها الناس ايوه خدت بقى اشكال بقى خدي عندك للصبح يعني فانوس رمضان ده بقى خد اشكال كثيره واشكال ملونه والفانوس ابو نجمه والفانوس المدور الروز يعني. وال... وابو ولاد والمركب والبلاد. والمركب وك... وكمان فوانيس كانت بتتسمى كمان ب... ب... باحداث تاريخيه يعني طيب اه اسال حضرتك سؤال آه. حدث يعني في حكايه او روايه تاريخيه مش عارف الحاكم مين الناس طلعوا او الحاكم مين اطلق مدفع ايه؟ لكن المصريين تشبثوا بالامر. طبعا. واعتبروا ان ده جزء من طقوس رمضان وشربته، ما عادش فارق معاهم وجاي منين ولا ايه الحكايه، انما بقى معتبرين الحكايه دي جزء من طقوس رمضان. ده قول صحيح. طبعا بس انا عاوز اقول حاجه اصل المصريين مش سهلين. ايوه. يعني انا انا رايي الشخصي ان المصريين شافوا ان الحكايه دي ظريفه فعاوزين يلقطوها فهم هم اللي فرضوا ده خدي بالك القصص كلها هم اللي بيفرضوا وذهبوا الى الخليفه اه اه وعلى فكره وعلى انا وممكن على فكره قوي لو كنا احنا في الوقت ده وبنسجل ممكن يكونوا طالعين وعارفين القصه وعارفين ان ده مدفع وكل حاجه بس بقول لك إيه هو يعني. كده عارفه انت هو رمضان اه اه ده متشكرين وده هنعمله آه كده يعني هنعمله كده اه وبعد كده بقى بدانا احنا بقى مع التطور آه يبقى يبقى اول ما يجي الفطار نعمل اي صوت آه آه فرقعة بومب صواريخ اي شيء بحس ان هو يطلع ده وعلى فكره كل هذه الافكار بالمناسبه اللي احنا لما بنقول الشعب المصري لما بنقول المصري بالمناسبه ما نقصدش برده يعني نقصد طبعا الشعب المصري بكل مستوياته وبيئاته الاجتماعية والثقافية وفي إيتو. يعني يعني حضرتك لما تتكلمي عن زينة رمضان مثلا في الحارة لا اتكلمي عنها كمان على اعلى المستويات اللي ممكن تتخيليها ممكن تلاقي على الفنادق الكبرى حاطين صنوت رمضان ما حطيز. في الاحياء اللي هي الفارس كلاس يعني والسرية وكذا ما ينفعش ما يتحطش العنصر الشعبي اللي بيقول الحته دي لازم تبقى منوره ولازم يكون فيه شكل فانوس ولازم يكون فيه ولازم 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 ده أه بيقول مم. أن هذا الامر مرتبط بوجدان المصريين طبعا على اختلافهم الطبقي الثقافي الكذا لكن مم. في النهايه احنا كلنا شطانين في ظاهره الفرحه دي طبعا مفيش كلام مفيش كلام بس انا عاوز اقول لك على على حاجه بس صغيره كده سريعه قصه لطيفه يعني, يعني, يعني توجهت لي دعوه في الصين علشان في مؤتمر على الحرف الشعبيه ايوه فقعدت اتكلم على الحرف الشعبيه وكذا وكذا وبعدين قلت لهم في الاخر على فكره انا بعيب على الصين <applause> الصين كده ايوه انه ان انتوا بتاخدوا العناصر الشعبيه بتاعتنا وبتشوهوها أيوة. ومن ضمنها فانوس رمضان شكل الفانوس الجميل بتاعنا والحرف ازاي بيتعملوا وازاي الفانوس الصيني ده شكل مشوه للشكل الشعبي بتاعنا تمام فست رئيسة المؤتمر اسمها الدكتورة أنا أنا فاكر بتاعت اليونسكو سكتت كده وبعدين خلصت شكرا يا دكتور جاد وكده أنا على فكرة معلقتش قالت آه. أنا بس أنا ما أعرفش الدكتور جاد جاب المعلومة دي منين بس أنا هوجه له له دعوة لزيارة شنغهاي ها عشان أوريه حاجة خاصة بالفنون رحت شنغهاي لقيت في متحف ضخم كله فوانيس صيني قديمة أيوه. بس طبعا مختلفة عن أيوه ليها أشكال مختلفة أه قالت لي ده دكتور جزء من فولكلور الصيني في المنطقه دي العريس بيقدم لعروسته الفانوس في الزواج في عادات الزواج. اللي حضرتك بتقوله ده احنا ملناش علاقه بيه ده هي مساله تجاره صناعه وتجاره بقى وعشان كده الدوله على فكره في مصر بصراحه من السنوات اللي فاتت يعني اهتمت بالمسألة اهتمت بالفانوس تخيلي أيوة, أيوة وقالت ممنوع استيراد الفوانيس استيراد الفوانيس وبدأنا نرجع الحرفة تاني عشان لدرجة نفتح الباب للحرفة تشتغل تشتغل لدرجة بدأنا كمان دخلنا عنصر الخيامية وبقى في ولو انه يعني اقل جمالا يعني بس الفانوس الخشب بتعمل فوانيس خشب آه بتعمل فوانيس خيامية وطبعا كل الاسطوات بيعملوا بقى بيدقوا على النحاس وعلى الصاج وعلى البتاع على فكره لحد الفانوس الورق اللي احنا كنا بنعمله ايوه زمان الشكل أيوة. الورق الجميل ده وكلنا كنا ده كده, مخرم كده. طبعاً. اه طبعا اه ونقعد نشرشره ايوه بالظبط او آه ده جزء من الابداعات اللي احنا كنا بنعملها في في رمضان أيوة. آه. دكتور المسحرات دي ده حكايته ايه؟ جالنا منين راخر؟ <applause> <applause> ده موجود على فكره من زمان جدا يعني أيوة. من يعني انا 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 في يعني انا بس مش سحراتي. اه طبعا طبعا في المغرب العربي في آآ آآ النقار بيسموه النقار وفي الخليج وفي يعني في, زهر وامت. في في اسماء لا ده يعني انا هقول لك هو خدي بالك ان احنا لما بنقول العصور الاسلاميه ده يبقى كلنا كده قريبين من بعض لان لكن لكن فكره اصلا التسحير كانت من ايام بلال مؤذن الرسول هو أيوة. كان بيمر أيوة. على الناس وبيقول حاجات عشان يفق الناس طب لماذا نعتبره طقس مصري هقول لحياتك ليه آه. طقس مصري التطور بتاع المسحراتي واللي كان مجرد ان هو بيقول اشعار بيقول على فكره في بعض حاجات كان بيقول غزل في في في, في, في بعض البيوت أيوة. يعني أيوة. وكده وصل لانه طقس مصري بظهور اله ايقاعيه خصيصا اتعمل المصريين عملوها خصيصا للمسحرات مسحراتي بس اسمها البازة البازة دي مخروطيه قد الايد كده بيمسكها آه. هو على ايده مخروطيه كده وطبعا من الجلد هي اله ايقاع ومشدوده وبينقر عليها بالجلد أيوه. بالجلد لما بيضرب بالجلد الصوت ده بيوصل لاعلى حاجه ممكنه ف ف فالتوليفه بتاعت حركه الايقاع بتاعت المسحراتي وعلى فكره المسحراتي بيكون ماشي برضو جنبيه واحد ممكن يكون ماسك فانوس او أيوة. ماسك أد... الايقاع ده ده مصري البازه دي مصريه التوليفه دي مصريه اللفه دي كلها بتاعت المسحرات حتى فكره آآ آآ شغلانه المسحراتي اه شغلانه تخيلي خصيصا لهذا الشهر يعني مسحراتي ده ش... ده بيشتغل حاجات تانية أي. لكن بيجي في ال... في الوقت ده بيبقى مسحرات وكلنا بنحب حب شديد انت أي. انت قلتي من شويه انه آه يعني طب هو في سؤال انا اسالك سؤال هو المسحرات الوقت اللي ما في على فكره هو موجود لحد دلوقتي وكلنا كلنا كان... بس بننبسط قوي اه مش كده اه يعني هو بيصحينا من النوم لا بتاع ايه يعني لا. لا. بنبقى والامهات تقول له تناديه وتوصيه نادي لا فلان نادي لا فلان لا نادي ابني يا علي آه يا ام كريم يا ام سلمى يا ام مشا... سعيد يا ام علي كده, كده اه, اه طبعا المصريين بصرف النظر انه كان بيصحينا ولا ما بيصحيناش احنا اخترعنا اله الايقاع ايوه يا فندم واخترعنا الرتم الريتم اخترعنا العاده ومازلنا زلنا بنحبها واحنا صاحيين والتلفزيونات مفتوح طبعا لكن احنا بنحبه برضه طبعا بس هو بقى ايه التجويد أيوه في ايه بقى؟ ايوه في ان احنا في البيوت يعني الاول كان يعني فاكره زمان كان عندنا القناه الاولى والثانيه أيوه والتالتة وخلاص وقوه أيوه الساعه 12 متشكلين وكده أيوة. الليل يليل هص فاي نقره طبله اي أيوه حاجه بتسمع دلوقتي احنا قاعدين 24 ساعه وبنتفرج على التلفزيون ومعانا الموبايلات ومعانا كل عاوزين حاجه تخترق الاصوات دي كلها فطبعا اشتغلوا بالبطاريه والمايكات طب على فكره حتى كمان النداءات البيعه وده جزء من الفولكلور المصري على الاشياء بيستخدموا دلوقتي بتاع الفول بيستخدم وبيستخدم حاجات اللي هو آلة آه حديد كده بشكل كده عشان تعمل صوت شخم. جامد علشان علشان نوصل وهو دلوقتي بيستخدم حاجه من الصفيحه احيانا طبلة كبيره يا جماعه كذا فاحنا بنبص عشان نسمع اسم الولاد اسم حفيدي اه ايه بالظبط كده والاحفاد بس كده وبنوصيه على كده ايوه اه وبننتظر ده وده المجتمع كله متقبله وعارف كويس قوي ان ده شو ومبسوط بيه دي. وبيدعمه ما انا قلت يا دكتور احنا صناع البهجه اه طبعا ما فيش كلام ما كلام دكتور لما سالت <applause> اصدقائنا على كل صفحاتنا يا جماعه احكوا عن طقوسكم في رمضان احيائكم محافظاتكم يبدو ان المحافظات تختلف في طقوسها الرمضانيه عن بعضها البعض يعني قد تشترك في اشياء وتختلف في اشياء صحيح. ما تنورنا دكتور كده ليه شوف حضرتك هو, هو, هو يعني لو مسكت الخريطه المصريه كده هتلاقي التنوعات بتا جزء من التوليفه المصريه الجميله دي التنوعات الثقافيه أي. يعني هتلاقي مجتمع الوحات الوحات يعني التمر مثلا و و و وصناعة التمور في الوحات والأكل المرتبط بالتمر ده عنصر اساسي فيها روحي المنطقة زي سينا او المناطق اللي فيها كمان قضاء عرفي هتبص هتلاقي ممنوع منعا باتا الخلافات العرفية او الشكاوي ما بين الناس ده في رمضان بيتوقف تماما المجلس العرفي يتوقف عن العمل تماما وعن تلقي الشكاوى واصلا ممنوع حد يشكي حد. ما حدش يشكي حد في رمضان. ونتمنى انه <applause> تستمر المساله دي خالص. <تصفيق> 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 يعني بشكل عام انه ده يا جماعه ما ينفعش ويقف آه بشكل عام لكن هتلاقي في مل... في, في في سيناء آه مثلا أي. هتبص هتلاقي العمل الشاي والقهوه والادوات التقليديه الادوات التقليديه بتاعتها لازال موجود حتى الان أيه. هتروحي اسوان والنوبه هتلاقي الكابد العيش بتاع الكابد ده, أيه. ده, 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 ده اللي هو اللي هو عامل زي زي الكبيره كده أيه. نوع العيش الجميل أيوة. ده والشرب الحلو مر او الكركديه او الكركديه مشروب الكركديه اللي احيانا بيخلط كمان بالتمر ده حاجه اساسيه يعني في, كنت في رمضان أنا كنت هسال حضرتك يا دكتور إيسر لازم في رمضان نشرب كركديه وتمر هندي وقمر و... الدين وعرق سوس وسوبيا أوه. طب يعني مثلا طب في ناس تشرب يقول لك هنشرب برتقاني يقول لك برتقاني يا رجل لا طبعا الرمضان. كلام فارغ <applause> 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 ايه المشروبات دي <applause> ولا, ولا كتب رمضان هي, هي طبعا خدي بالك اصلا لو مسكتي منظومة المشروبات الشعبية أيوه. في مصر هتبص هتلاقي بتقوم على فوائد صحية اصلا يعني الارئسوس أيوه. يعني ده أه انا بس مش عاوز اخش في مسائل طبية او غير لا طبية يعني بس لأن في رمضان ارتبطوا في رمضان لانه اولا مسائل العطش ومسائل كمان ارتبطها بالسكر والكذا وارتباطها بالفيتامينز كمان اللي بيجي منها لا بتكون مهمه جدا زائد ان احنا بنعرف نعملها في البيت أه يعني خدي بالك يعني تقول له طب بتشرب مانجا تشرب جوافه تشرب فراوله اه لا طب لا, لا, لا فين, <applause> فين السوسو والصوبيا والكركديه والتمر هندي لا ك يعني وجبات مك... مشروبات مقدسه مشروبات مقدسه وبنعرف نعمل في البيت وبتنتشر في الشوارع بشكل كويس قوي طبعا مع, مع اختلاف الليفلز يعني بتاعتها لكن دي المشروبات اللي احنا على المائدة الرمضانية لازم بتكون موجودة لكن كمان هتلاقي أنواع معينة من الخبز زي العيش الشمسي مثلا أيوة في الصعيد مثلا هتلاقيه لا ده حاجه مهمه جدا واساسيه بيبقى موجود طول السنه اه زي ما الفول والطعميه موجوده في آه طول السنه بس الفول في رمضان ده موضوع كبير قوي يا دكتور اه طبعا طبعا ليه؟ يعني دكتور. هو على فكرة ال ال اصلا احنا يعني كائنات مصرية دي مصري يعني فول وناكل فول كدا. بكل اشكاله اه يعني كان في دكتور كان قريب كان في شاتنج مع أيوه. احد القنوات كان بيقول انه الفول هو بيقعد اكتر وقت في الهضم واكتر بس هو مش بس كده هو زي ما انت قلتي من شويه في ابداعات في طريقه عمله اه احنا مش بنفكر في الهضم <applause> واحنا بنفكر على فكره <applause> كمان في معهد الفول الشعبيه ان احنا نعمل له ملف علشان يسجله على اليونسكو اه ده الفول ده موضوع اليومسكو. كبير قوي اه اه لانه اكله انا ما اعرفش انا لو عدى يعني 48 ساعه علشان بس ما اكونش مبالغ يعني وما اكلتش فول انا ممكن يزال اه خالص يعني الصبح م... وبعدين بتحبه بالسمنه ولا بالزيت لا بحبه بالزيت الحار بصراحه الزيت الحار اه ده بيبقى مجرم يعني بصراحه بيبقى مجرم بس آه. انا بقى آه. من مدرسه السمنه البلدي <applause> الصراحه هي تحط كبشه كبيره كده وتطش كده لازم تكليف ساعتها في ثانيتها هي مشكلتها في كده اه, آه. ويلسع لسانك آه. آه. انا على فكره بتمنى حاجه والله شوف احنا بنتكلم كان... انت لو شفتي متحف الفنون الشعبيه عندنا في اكاديميه الفنون هتلاقي في قاعة عن فولكلور رمضان أيوة. القاعة دي حاطين فيها عربية الفول أنا عاوز بس أسأل سؤال بسيط جدا أيوة. إحنا رمضان لما بيجي كلنا بننزل نجيبه في السحور كويس؟ آه وعلى فكرة هو مش طبق على فكرة على مائدة الإفطار قد ما هو مرتبط بالسحور وال... أكتر والسحور أكتر آه ده السحور أكتر أنا العربيات دي اللي بيعمل الفول على العربيات دي شخص عبقري جدا واجمل طبق فول فعلا على العربيات دي العربيات دي ليه ليه ما الدوله ما بنقننهاش اه اللي انا بقى لا ما طبعا لانه بيتعمل بشكل <applause> في جمع كده برضو <applause> حاله طبعا لا والجمبر اللي بيعملوه على النار بيطلع مستوي بشكل معين اللي انا بس فعلا بطالب بيه وبتكلم فيه كتير جدا العربيات دي دي ما بتتقننش اوضحها بحيث تبقى في اماكن بشكل كويس ومنظم ونضيف وكلنا نروح لها بشكل من غير ما الراجل بتاع العربية ده كمان يكون قلقان من انه حد عاوز يمشيه او بيقعد يدور على زقنقه كده يقف فيها كلهم كده على فكره ليه الفرنساويين بينزلوا <applause> الصبح بياخدوا كرواسون وكذا <applause> وكذا, شغل وكذا. شغل روح ليه ما يكونش قانونية ده؟ أوه. احنا شاغلين روحنا الفول ده هياكله بايه يا دكتور يعني تشغل روحك بعضيه تشغل <applause> روحك بعضيه قانونيه والمصريين مشغولين ان الساعه 6 الصبح هينزلوا يلاقوا الفول آه طبعاً. والعش تمام والعيش تمام وفي رمضان انا ليا صديق سعودي كان في رمضان اللي فات جه في في السحور قلب الدنيا علشان ياكل فراخ ولحمه بلقاش ولا مطعم في مصر بيقدم حته فراخ او لحمه في السحور كله فول وطعميه ما انا اقولك. لك فب... لا خدي بالك التنوع فرحكي. الثقافي العربي يعني هم هناك في السعوديه الوجبه الرئيسيه بتاع الفول والطعميه والكلام ده على الفطار لكن السحور لحوم شوف الفرق الثقافي آه. ده فرق ثقافي <applause> دكتور آه. آه. المصريين أه هقول لحضرتك الزينة احنا قلنا ان الزينة والفوانيس والمسحرات اي و... ايه موضوع برضو تاني المخلل ورمضان ده طقس مصري بقى كانت جدتي مخللين وهنفتح الزيتون في رمضان اه طبعا نعمل كذا في رمضان أه عماتي هنفتح الزيتون في النهارده البيوت المصريه كلها مجهزه البطرمانات المخلل علشان هتفتحها في رمضان. طبعا ده من إيه؟ زمان ده أيوة يعني ده من ايام من الاف السنين واحنا مساله التقليل والتمليح دي أيوة. احنا عباقره فيها طبعا وعارفين وعرف نتوارث كويس قوي الكميات بتاعتها وطرقها والى اخره. لكن هي الفكره في ايه برضو في انه المحال اللي هي متخصصه في كده وبتعملها بشكل أيوة. اكبر زي الفول زي اكلات الفول والمطاعم وكده بيبقى فيها شكل غير البيوت البيوت بيبقى ليها طعم المر يعني ال الايد المصريه أيه. ايد المراه المصريه نفس البيت كده اه اه وبتقدر تنتقي المادة الز... يعني عارفة موسم الزيتون إمتى أيوة. وعارفة موسم الجزر إمتى وعارفة موسم كذا إمتى علشان بتعمل الحاجات دي وبتعمل الشكل ده أنا بقول لك لو إنت سألتي أي ست مصرية اتعلمت ده منين هتقول لك من أمي من جدتي من كذا على فكرة مهما وصلتي هتبص هتلاقي نفس الـ 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 العنصر الثقافي ده تاريخيا وجغرافيا هتلاقيه موجود بنفس الطريقة لكن هو ده جزء من المشاهيات بتاعتنا بالمناسبه أيوة. يعني انت ما تلاقيش طبق الترشي ده ها أوه. على موائد خارج مصر منتشر يعني انت ممكن بناكل تلاقي حاجات تانية خالص اه اه يعني في ناس بتفتر تشرب ميه الترشي و لا و... وفي صناعات مرتبطه بيه يعني البرميل نفسه ده أوه. اللي بيتعمل فيه ده اه اه لا ليه لي لي حرفي مخصوص بيعمله ويعني يعني بيعمل ده علشان كده مخصوص على فكره بس والله هو برضو الترشي والمخلل والتورشي البلدي وال والمخلل وكده برضو احد عناصر البهجه المصريه أه طبعا مفيش كلام مع زي الحلويات زي أو أخلى. على فكره اه طب هو أي. برضو الحلويات الشرقيه مرتبطه برمضان ليه اه خدي بالك انت هنا بتقولي الـ الـ الشرقيه كلمه شرقيه بالمناسبه يعني مصريه أيوة. على فكره يعني احنا كمان المثل الشعب اللي بنى مصر كان في الاصل, في الأصل حلوي فكره فكره عمل الحلوى ديا والمراه المصريه عبقريتها في ابتكار اشياء من الحلوى آه دي برضو من عادات الطعام القديمه جدا احنا عندنا على مع فكره معنا. اه احنا على فكره عاملين دليل جمع ميداني فيه حوالي 700 800 سؤال عن الاكلات وانواعها وطرق عملها أيوة. والتنويعات اللي تمت فيها يعني انا عجبني لما كنت بتقولي انا ما يعجبنيش غير الكنافه بتاعت آه زمان قديمه اه على فكره انت عارفه قديمه ده انا بالنسبه لي مثلا آه. هي الكنافه اللي بتيجي من عند الراجل العبقري اللي هو بيعمل الفرن ده أيوة. وبالمناسبه الافران اللي بتتعمل في الشوارع دي دي, دي بتتعمل كل سنه جديد يعني بتتهد أيوة. وتتعمل تاني ايوه, أيوة. ودي واخده فكره مش بس انك بتعملي اكله وبتستطعميها لا ده انت بتعملي شو بنسميه ايه زي المسرح الشعبي كده آه. واحد بيأدي كده والناس حواليه وبتتفرج وفي جمهور واقف وبيستنى الدور بتاعه والراجل ده عبل ما يجي الله طب ما انا كان دوري من طب استني طيب اللفه الثانيه ونقعد قاعدين كده لا اللفه ده اللي بتلف دي أه اللفه أه لا وبالشكل الراجل بيعملها بشكل ادائي يعني ده عاوز ايقاع في ايقاع كده وعاو وعاوز شكل بحيث انه في الاخر خالص انا باخد شويه كنافه دول تشوح بطريقه معينه في السنه وكده وعليها شويه لبن وشويه زبيب على فكره هو ده القديم بتاعي مم. بالمناسبه يعني دلوقتي المانجا اه 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 هو آه. مش عارف ايه وماله على فكره يعني ما آه فيش مشكله نوتيلا انا <تصفيق> <تصفيق> انا اصلا عندي مشكله مع النوتيلا كمان هتحطوها في الكنافه تبوظوها بقى يعني <applause> لا وبالمناسبه هو نفسه ده تعالي بقى داخل البيت هتلاقي آه. عاوز اقول ايه المهارات بقى اللي بتميز البيت المصري. مم. ففي بيت بيعمل كنافه ففكره اللي انت بتقول عليه طبعا بيعمل كنافه صغيره كده ويسويها في آه. اللي على النار من فوق آه. وفي ناس تدخلها الفرن. اه خدي بقى حتتين وطلعيهم عند محمد او مجرجس جرجس اه اديلها تقوم لها. لي هي بقى. نزلها. الفكره دي على فكره هي دي مرتبطه بالفكره الجماعيه بتاعت ان كلنا نشارك وندوق كلنا من بعض مع بعض اه يعني هي آه على فكره هو في حاجه غريبه جدا برضو في الثقافه المصريه المرتبطه بالطعام عموما انه لما حد بيعمل اكل وبيعزم عليه حد انبساطه من ان اللي قدامي كل وانبص يعني مش هو ناكل خالص لا لا أنا خالص على فكره المصريين في رمضان يلفوا الحلويات ويلفوا المخللات يعني لازم قبل رمضان ما يبتدي قبل لولو جارتنا لازم تبعت لنا الزيتون وتبعت لنا البصل والليمون المعصر لازم ده مؤنن ده فكره فكره الجماعيه هنا آه. عشان كده انت تلاقي في مصر منتشر موائد الرحمن مثلاً. مثلا وعلى فكره هي دي برضو خدي بالك العنصر ده اقعدي امشي وراه كده زي العنصر الموسيقي لما يكبر في موائد الرحمن يعني ايه؟ يعني حد بيجمع ناس عشان نقعد ناكل كلنا مع بعض، كويس؟ بالزبط. وعلى فكره موايد الرحمن مش مرتبطه زي ما الكل متصور بانه الناس الفقراء الغلابه اللي هي مش لاقيه تاكل لا, لا لا مش صحيح لا ده حد متاخر يقعد ياكل، آه حد كذا يقعد ياكل، كده آه وبعدين آه الاكل اللي انا بعمله في البيت الجيران آه يشاركوني فيه، آه. وبعدين دلوقتي في حاجه معموله اللي هي الشنط الرمضانيه أيوه. وبعدين في تعالوا نجمع مم؟ مع بعض علشان نعمل فطار جماعي الفكره دي كلها أيوة فكره ان احنا كلنا نبقي في حاله جماعيه خلال شهرين من السنه انا معرفش ازاي دي دي ممكن نستغلها في حاجات كتيره جدا على فكره احنا وقتنا خلص بس انا عايزه آه. اخد من حضرتك اخر الجملتين رمضان في مصر بيكرس او بيخلق حاله من الجماعيه طبعا زي ما حضرتك قلت طبعا طبعا ورمضان مش مبو... غير مسبوقه وغير مسبوقه آه. ورمضان في مصر حاجه تانية طبعا مش موجود في اي حته مفيش كلام مفيش كلام مفيش كده؟ فيش كلام و... عيد رمضان عيد انا عيد على رمضان. فكره رمضان. هي يعني هستعير الجمله اللي بيقولوا على الاوروبيين علينا عيد رمضان. عيد رمضان ونحن صناع البهجه بكل التفاصيل مفيش من الفانوس للكنافه للقطايف للايقاع للاغاني للحكايات على فكره على فكره معلش انا عارف البرنامج قرب يخلص بس آه. سريعا كده احنا ليه بنهتم انا انا شخصيا آه. انا مصطفى جهاد آه. ما بشوفش مسلسلات الا في رمضان آه. عارفه ليه هي الجينات جايه جايه منين اصلا الفكره دي من انه بعد رم بعد الفطار زمان كنا بنقعد نحكي ونقعد نسمع كان في زمان الراوي, الراوي والربابه كل ده فاحنا فاحنا دلوقتي مع الميديا الجديده عاوزين نسمع حكايات فانا قاعد بسمع على فكره مش بشوف مسلسل انا بسمع حكايه في رمضان اه طبعا طيب اخر كلمه بقى الكنافه على قديم مسامنا بلدي أيه. لا مانجا ولا نوتيلا اه طبعا انا معاك في دي تماما طيب يعني. <applause> <حضرتك شغفتنا ونورتنا تصفيق> طيب. و... يا حبيبتي حضرتك شرفتنا ونورتنا كل سنه وحضرتك طيب وانت طيبه وكل المصريين والعرب واهلنا يا رب. يا رب في فلسطين يا رب. يا رب تكون ايام يا رب تكون افضل ايام فرج و... يا رب ورحمة. دايما يا رب يا رب آه وقتنا خلص وخلصنا آه كلامنا اللي ما بيخلص في الكنافه والقطايف والمسحرات والفانوس مصر يعني ليها بصمه صناعه بهجه انتوا يا مصريين صناع البهجه في كل التفاصيل من اول طبق الفول المدمس اللي بالزيت الحار زي ما الدكتور <applause> مصطفى بيقول لغايه صانتوا كنافه مسامنة بلدي زي ما صديقنا مصطفى اللي قال في اراء حضراتكم ساعد بمتابعتكم كل سنه وحضراتكم طيبين اشوفكم على خير بكره وحلقه جديده وافتح باب قلبك Thank you.